طيب حنان، في مهن متعددة، ضيفنا آخر يشغل مهنة غير، مهنة غير ومهنة ربما القليل من الرجال اللي كيمشوا ليها، اللي هي الرقص الكوريغرافي. معنا الفنان عادل النقاش. صباح لهنا سي عادل، مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بكم. مرحبا بكم، شكرا، شكرا بزاف. اهلا، شكرا على التزامك ووفائك بالموعد، واخذنا لك قبل قليل يعني في كنا كنتسائلوا يا ترى واش صبح ناعس، يا ترى واش ما دارش الريفي، يا ترى واش خرج له شي شغل من الجنب كيف ما كنقولوا. لا لا، راني خدام، راني دابا يعني عذرك، يعني معه. يعني الغايب حجته معه. صدق عليك هذا المثل. لا صدق عليك، كيشطح طيب شكرا جزيلا لوفائك للموعد، ونحترم كل الناس اللي يحترموا مواعيدهم مع الناس. فرحانة عادل النقاش، فنان من نوع آخر كيف ما قلت، هو مختص في الرقص الكوريغرافي، واللي تعرف يعني مؤخرا بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي برقصات اللي هي على إيقاعات تراثية مغربية أصيلة. أول سؤال قبل ما نمشوا معك على سؤال الشخصية عادل، بزاف الناس غيسحب لهم انت عاد بديتي هاد عاد دخلتي لهذا المجال. فعلا صراحة بزاف الناس كنتلاقى معهم، ولا الرسائل اللي كيوصلوني كيقول الناس بزاف كيسحبوا راه إما هاد الشهور الأخرى ولا هاد العام ولا هاد العامين. ملي كتقول الناس راه أنا راه دابا تقريبا 16 عام هادي وأنا كندير لادون، كتجيهم وكيقول لك لا ما يمكنش، حنا يلاه عرفناك ولا ما يمكنش تكون باين عليك عندك واحد الاكسبيريونس ديال 16 عام، ولكن عادي. يعني مواقع التواصل الاجتماعي كان عندها دور كبير في التعريف بك كفنان وبالفن اللي كتقدمه عادل؟ بطبيعه الحال كنا عارفين بان بزاف الحوايج، بزاف الناس، وبزاف بزاف ديال لي ديسيبلين ما كناش غنقدروا نعرفوهم، بزاف المعلومات ما كناش غنقدروا نعرفوهم كون ما كانوش مواقع التواصل الاجتماعي. كنا كنعرفوا الايجابيات والسلبيات ديال هذاك الشيء، ولكن من الايجابيات الكبار هو انه كان بزاف الحوايج ما كناش غنقدروا نعرفوهم، وانا ما كانش ما غتكونش عندي فرصه انني نوصل هذا الشيء اللي كندير للناس. بزاف ممكن تكون فرصه، ولكن كانت طيب ممكن تاخذ الوقت بزاف ولا صعيب اكثر. انت قلت لحد الساعه انه مواقع التواصل الاجتماعي يعني سيف ذو حدين، فيها الايجابي وفيها السلبي. انت خذيت منها الجانب الايجابي اللي هو حققت لك او خذيتها كوسيله تحقق لك الشهره والانتشار الواسع. هل لو حدثتك عن جانبها السلبي، الكل يتفق يعني يدعموك كونك راقص مثلا في هذه الجانب السلبي؟ الجانب السلبي نقدر نقول لك كاين غير مثلا بالنسبه للفنانه كاملين، ماشي غير الناس اللي كيديروا لادونس، بالنسبه للفنانه كاملين، الا كان الانسان ما ناضج وباقي ما فاهمش مزيان هذاك الشيء اللي كيدير، ولا ما سايقش 100% في هذاك الشيء اللي كيدير، يعني ما عندوش خبره كبيره في الواقع، ماشي غير في مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن انهم ملي يحط مثلا هذاك المحتوى ديالو تماك يقدروا يحطموه هذوك التعاليق ديال الناس، ولا ممكن الناس يبداو يصيفطوا ليه رسائل ماشي هي هذيك، يقدر يتحطم وما يكملش. دونك كاين شنو اللي خلاك قوي كيبير. شنو اللي خلاك يعني القناعه اللي خلاك تكون قوي وتتصدى لكل المتنمرين وحتى اللي ما فاهمينش اصلا طبيعه العمل، حتى النقاد اللي هما ما عندهم باقيين كيقول لك مثلا الراجل علاش يمشي للمجال ديال الرقص؟ تمام، هذاك الشيء انا كنقول الا كان شي حد غيبدا مثلا غيبدا الرقص دابا يقدر يجيه دابا شويه الناس، واخا هكاك راه ماشي بحال شحال هادي، دابا راه الناس ولاو كيتقبلوا شويه الرقص، خصك غير تقدمه بواحد الطريقه وتكون محترم شويه وهذاك الشيء. مي الا رجعنا لشحال هادي، يمكن نقول لك دابا التنمر كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، شحال هادي كان التنمر في الواقع في الحقيقه، يعني في الزنقه كيشوفك الناس، ولكن واقيلا في الواقع كان، ولكن كان محدود ماشي بحال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ديالك غادي يشوفوه بزاف ديال الناس، ويقدروا يتنمروا عليك بزاف ديال الناس مثلا. هي صراحة هي مسألة غير الوجه، أنا كنقول ملي كتكون دوز راك ليك تقريبا 16 عام هادي، وهنا يعني أنت بنيتي المناعة الحصانة النفسية ديالك من هذه المسألة.